سنوي لمواكبة تنمية وتطوير صناعي في بلادك. يوم دخلنا العهد صناعي جديد تبقى للتعليمات الملكية السامية، عنوانه السيادة كوسيلة وسبيل. والهدف الأساسي لستر سيدنا الله ينصره هو خلق مناصب الشغل اللي عندها قيمة مضافة أكبر لاستجابة للقدرات والطموحات ديال الشباب ديالنا. كما كتعرفوا الصناعة المغربية قطعت أشواط كثيرة وحققت إنجازات كبيرة تحت الإشراف المباشر ديال سيدنا الله ينصرو. وهذا العهد الجديد حنا مقبلين باش نطوروا هذه المنظومة الصناعية بقوه والسياده ديال بلادنا، والصناعه تساهم باش تقوي السياده الطاقيه، السياده الغذائيه، السياده الصحيه والسياده الصناعيه ديال بلادنا، ونحقق الهدف الاساسي اللي هو خلق مناصب الشغل الكفاءه ديالنا.